رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى، لأن الكويت تستحق الأفضل، وحتى تكون المشاريع الحكومية مواكبة لأحدث التكنولوجيا المستخدمة عالميا. ابتكر مجموعة من خريجات قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت مشروع عبارة عن بناء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي الناتجة من مدينة الحرير في الكويت، مع مراعاة الجانب البيئي وأيضا الاستدامة. تفاصيل كثير راح نعرفها مع ضيفتي في الاستديو في حلقة اليوم، لكن قبلها تابعوا معنا هذا التقرير. رجعت معكم مع ضيفتي في الاستديو المهندسة سعاد الشاجي، مصممة مشروع محطة الصرف الصحي في مدينة الحرير. صباح الخير وحياك الله معنا أستاذة سعاد. الله يحييك، منورتنا في شاي الضحى، واحنا فخورين في هذا المشروع وبتصميمك هذا المشروع. ودنا ناخذ فكرة أكثر عن المشروع اللي قدمته في مشروع التخرج. في البداية بس حابة أن تسمحي لنا أشكر كل من ساعدنا في هذا المشروع من خلال الدعاء أو من خلال المساعدة والاقتراح. بداية هذا المشروع هو نابع من رؤية صاحب السمو من خلال ضرورة إنشاء مدينة تجارية على طريق التجارة العالمي المعروف باسم خط الحرير. نعم. فمن بناء عليه تم التخطيط لإنشاء مدينة تجارية تكون ذات طابع حديث، تتسم بالاستدامة وتكون صديقة للبيئة. نعم. وبنفس الوقت أنها توازي المشاريع الحديثة اللي في الدول المتقدمة. نعم. وعلى هذا الأساس أنتوا صممتوا هذه المحطة. كلمينا عن المحطة. في البداية احنا السبب اللي خلانا نختار مدينة الحرير حسب الرؤية الحالية وحسب التخطيط، حسب ما تبين لنا ان الخطة الحالية ان يتم ربط شبكة الصرف الصحي لمدينة الحرير في الشبكة الحالية اللي متواجدة في الكويت. نعم. واللي اساسا المحطات اللي عندنا الحالية لما نوصل المي الناتجة من مياه الصرف الناتجة من مدينة الحرير الى المحطات الحالية أساساً تعاني من ضغط عالي يستنزف طاقتها الاستيعابية. نعم. وهي غير صديقة للبيئة، فبهذه الطريقة راح تكون زادت المشكلة. فالأفضل أن يكون في محطة معالجة في مدينة الحرير. نعم. وراح تكون يعني المشروع اللي قدمتوه أن تكون المحطة خاصة في مدينة الحرير. أي خاصة. إيش كثر خذ منكم وقت تنفيذ هذا المشروع؟ المشروع بالبداية أول شيء خذ منا تقريباً أكثر من 3 شهور. سوينا بحث مصغر أنا وزميلاتي هيا الوندا وشهد العازمي وأسماء العنزي، تحياتنا لهم أكيد. أي أنزين، بعدها ناقشنا هالفكرة هذه مع الدكتور واقترحنا عليه، والحمد لله أننا قدرنا ننجز شبه جدوى اقتصادية خلال 3 أشهر. نعم. شلون تم استخدام طريقة تقنية متقدمة اللي من خلالها يعني يتم تحويل مياه الصرف الصحي ومعالجته علشان يكون صالح للاستخدام البشري؟ أول شيء في البداية معالجة أي مياه سواء المياه أو المياه الصرف الصحي تعتمد على محتويات ونوعية المياه الأساسية. نعم. فإحنا بمحطتنا راح تكون المعالجة رباعية اللي تعتمد على التناضح العكسي اللي هو الريفرس اوزموسيس. نعم. فبهذا الشيء هذه بهذه المرحله مالت التنقيه تعتمد على التناضح العكسي نفس ما ذكرت، فراح يتم فيها اضافه الكلور، وراح يتم فيها استخدام الاشعه فوق البنفسجيه للقضاء على اي جراثيم. وبنفس الوقت في مشروعنا احنا راح تكون هذه المحطه نفس ما ذكرت انها تكون صديقه للبيئه. نعم. فراح يتم استغلال الطاقه الشمسيه عشان توفر جزء من الطاقه نعم. لتشغيل المحطة. ما شاء الله في تفاصيل كثيرة، وأكيد أنتم كمتخصصين ومهندسين يعني عارفين مدى دقة هذه التكنولوجيا، فهل تم تطبيق هذه التكنولوجيا في دول أخرى وين بالضبط؟ أي نعم، هي تم تطبيقها، وأكثر محطة شبيهة لمشروعنا هي محطة بلو بلينز اللي موجودة في ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المحطة تأخذ كميات كبيرة من المياه الصرف الصحي وتحولها حق مياه صالحة للشرب وللري باختصار للاستخدام البشري. فهذه هي كانت الفكرة المستوحاة منها، وهذه أيضا مطبقة في الصين، مطبقة في تركيا، في ألمانيا. نعم. وفي فرنسا. أنا عارفة يعني أي مشروع يقدم في مشروع التخرج لازم يكون شيء يعني مميز، ومشروع مميز وأفكار جديدة. وغير هذا يعني قبلها وأنا سولفت معك كان همكم خدمة البلد وأن تقدمون شيء مميز
مو بس للجامعة، أيضا لديرتنا الغالية الحبيبة الكويت. فش اللي يميز مشروعكم عن غيره من المشاريع؟ اللي يميز مشروعنا أن المحطة أول شيء راح تكون في مدينة الحرير. مدينة الحرير محتاجة هذا الشيء. المحطات الحالية اللي موجودة عندنا تنتج مياه، لكن هذه المياه تكون استخداماتها محدودة وغير يعني غير مجدية. فالأفضل أنه يكون لنا محطة رباعية تنتج مياه صالح للاستخدام البشري عكس اللي الحين في المحطات الحالية، وأن من البداية أن تكون رباعية، لأن المحطات الحالية اللي موجودة هي ثلاثية وعقبها سواها رباعية، فرح تكل رح أن تكون يعني تقل كفاءة الماء وجودتها. نعم، أيضا اللي عارفة أن المشروع صديق للبيئة، كلمينا عن هذه الجزئية أستاذة سعاد. صديق للبيئة أول شيء، هذه النقطة وايد مهمة في أي مشروع، خاصة لما نتكلم عن مياه الصرف الصحي. راح يكون صديق للبيئة عن طريق تطبيق الألواح الشمسية، فراح نكون وفرنا جزء من الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المحطة، تقريبا 40% من الطاقة، فنكون قللنا فاتورة تشغيل هذه المحطة على الدولة. لما زيد المياه الاستهلاك البشري هذا الشيء يعزز مبدأ التدوير. نعم، فهالشيء أكيد كتكنولوجيا مستخدمة في هذا المشروع يحتاج فريق عمل، ودي أتكلم عن فريقك في مشروع التخرج ومشروع هذه المحطة اللي راح تخدم مدينة الحرير. بس حابة أن أكمل. تفضلي. أكيد الهوى لك، إحنا جايين اليوم في الاستديو نتكلم عن تفاصيل هذا المشروع اللي قدمته في الجامعة وفي الكلية اللي من خلاله تخدمون الكويت، وأيضا المشروع اللي ميزة مثل ما ذكرنا أنه هو يخدم البيئة. في البداية نفس ما أنا ذكرت أن هذا المشروع نفس ما قلنا أنه نبي أنه يكون صديق للبيئة. صديق للبيئة شلون؟ أن إحنا يعني الهدف من هذا المشروع الحفاظ على البيئة عن طريق أن تحويل هذه المواد الصلبة الذائبة في هذه المياه إلى حمأة يسهل إدارتها، يكون تركيزها عالي، يسهل إدارتها واحتوائها بيئيا. فطبعا هالشيء هذا كان صعب، لأن يعني لازم يكون في تعديلات على التصاميم العالمية، لأن نفس ما ذكرت لك أن نسب استهلاك الماء عندنا بعد في الكويت أقل من باقي الدول، فهذا شيء ساعدنا ودعم فكرة مشروعنا. بالنسبة حق فريق العمل، أنا وزميلاتي نفس ما ذكرت لك من قبل أنه كان في خطة مسبقة وبحث مصغر عرضناه على الدكتور وتم الموافقة عليه. من ناحية التعاون، هو بالبداية أنه يكون شوي صعب لأن آخر سنة دراسية وكورس تخرج، فبالبداية راح يكون أنه في خطة أسبوعية إحنا نكون نمشي عليها، في تسليمات واجتماعات ولقاءات مع بيننا احنا ومع الدكتور نفسه في حال وجود تعديلات او في حال وجود اخطاء. نعم، وكل واحدة طبعا لها دور في هذا المشروع. فاتوقع يعني نجاح هذا المشروع يرجع لروح التعاون بينكم في فريق العمل. اي طبعا الحمد لله، وتم اختياري معهم كجروب ليدر، وقدرنا الحمد لله ان ننظم وان ننجز الجزء الكبير من المشروع. متى إن شاء الله المشروع راح يشوف النور؟ والله صراحة نتمنى إنه يكون بأقرب فرصة خلال السنوات القادمة، لكن بس المشروع محتاج شوية دعم وإنه يتم يعني تطبيق على أرض الواقع. الأخذ فيه أستاذة سعاد، راح نكمل إن شاء الله معك ومحور جديد خاص بمواهب الشباب ودعم إبداعات الشباب عندنا في الكويت، لكن خنتابع مع كل اللي قاعد يشوفونا في حلقة اليوم ببرنامجهم شاي الضحى، فقرة مميزة أسبوعية. اليوم من خلال هذه الفقرة راح نتعرف على أنواع الجرائم الإلكترونية، ولكن خاصة راح نركز على الأشخاص اللي يستخدمون الأجهزة اللي أحيانا ما يكون فيها برامج تحميها من الهاكرز أو تشفير البيانات. شلون نحمي نفسنا من اختراقات البرامج والهاكرز؟ هذا اللي راح نتعرف عليه من خلال هذه الفقرة ومع الأستاذة والدكتورة صفاء زمان. تابعوها، بعدها راح أرجع معاكم مع ضيفتي في الاستديو.
رجعت معكم مع ضيفتي في حلقة اليوم المهندسة سعاد الشايج، حياك الله معنا مرة ثانية أستاذة سعاد ومنورتني. وفي هذه الفقرة راح نتكلم عن محور وايد مهم، دعم مواهب الشباب ومشاريع الشباب. أنت شخصيا أستاذة سعاد شلون تم احتضان أفكارك ومشروعك في أنه يتم يعني تطبيقه وأن تكونون هذا الفريق وينجح في النهاية؟ بداية الجامعة شجعتنا على هذا الشيء، أنها أعطتنا فرصة أن عقب ما نخلص دراسة مادة مشروع التخرج أن يكون لنا فرصة أن ندخل في معرض التصميم الهندسي ونعرض أفكارنا فيه. هذا المعرض راح يزورنا الوزراء، أصحاب قرار في الدولة، نفس النواب، ممكن مستثمرين أن ينتبهون له، فيتم تطبيق هذه الأفكار وتشجيعها. نعم، أهمية هذه المعارض عندنا في الكويت الخاصة بمشاريع الشباب وأفكار الشباب وأبداعهم، هل لها أهمية بالنسبة لكم كشباب؟ إي طبعاً، لأن في هذه المشاريع أن في هذه المعارض راح يتم تسليط الضوء على مشاريعنا، راح يكون في تسليط الضوء من الإعلام، راح يكون في نفس ما قلت لك أن يكونوا مستثمرين اللي يون حقنا حق المعارض، فكل هذا يعتبر تشجيع لنا، ممكن أن يتبنون هذه الأفكار ويأخذونها يدعمونها ويساعدونا بتطبيقها على أرض الواقع. حلو، يعني قاعد نشوف كل الجهات قاعد تدعم عندنا مواهب الشباب، سواء القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي، فإنه يتم دعمهم علشان مشاريعهم بالنهاية تشوف النور. بالنسبة لك أنت شخصيا، دور الأسرة هل كان مهم؟ يعني ذكرتي لنا أن الجامعة والدكاترة في الجامعة كانوا داعمين لكم فإنه تنبذون مشروعكم وأنه يتم إن شاء الله تطبيقه على أرض الواقع قريبا. إن شاء الله. أي أكيد، دور الأسرة كان وايد مهم، الحمد لله لقينا تشجيع من كل مكان. نعم، بالنسبة للشباب إذا كان عندهم مشروع، فكرة، كونك أنت يعني توك متخرجة وقدمتي هذا المشروع وسويتوا دراسة كبيرة للمشروع، في بعض الشباب يكون عندهم أفكار ومو عارفين يأخذون أول خطوة، بالنسبة لك هل عندك نصيحة لهم حق كل شاب أو كل شابة قاعد تتابعنا وحابة أن تطبق مشروعها وتأخذ خطوة أولى علشان ينجح المشروع ويشوف النور؟ هو أول خطوة عقب ما يكون في دراسة حق المشروع وعقب ما يكون في بحث له، أن نفس ما ذكرنا أن المعارض هذه تكون فرصة كبيرة أن يكون فيها تسليط الضوء على هذا المشروع، وأن تقدر أن طالبة نفسها أن تعبر عن فكرتها، فهالشيء هذا وايد راح يساعد. نعم، بالنسبة لك هذا المشروع شو اللي قدم لك؟ شو اللي غير فيك؟ أول شيء المشروع لأنه كان بوقت وايد ضيق خلال الكورس مال التخرج، علمنا شلون ننسق الوقت وإن شلون نمشي على خطة العمل وإن نلتزم فيها، وفي مهارات كانت الإدارة، وكنا نمسكت أول شيء إن نكون ليدر حق الجروب مالي، ففي النهاية إن يعني وبنفس الوقت مهارات الإلقاء لما يكون لنا زوار في المعرض مال التصميم الهندسي، إن نخاطب كل شخص يكون زايرنا حسب ثقافته، وإن نوصل له فكرة مشروعنا ببساطة وباختصار. هذا المهم فعلا، أن الواحد يعرف شلون يوصل فكرته ومشروعه بطريقة أيضا مقنعة، لأن الإقناع في هذا الجانب، جانب المشاريع والأفكار، وايد مهم. ومن أهم النقاط أن الواحد يكون مؤمن بقدراته ومؤمن بأن المشروع هذا فعلا ناجح على أساس طبعا علمي، وأنتم متخصصين ومتخرجين من كلية الهندسة في جامعة الكويت، فأكيد عندكم القوانين وعندكم الدراية الكافية بأن فعلا هذا المشروع جدا ناجح. أنا ودي أرجع لفكرة المشروع بأنه هو صديق للبيئة، وودي ندخل تفاصيل. أنا عارفة أستاذة سعاد عندك تفاصيل كثيرة خاصة بهذه النقطة. الألواح الشمسية إحنا لما نحط، لما تطبق على المشروع عشان نستغل طاقتها، في شيء لازم نراعي إنه في كذا نوع لازم نختار الأعلى كفاءة، نفس ما إحنا ذكرنا إنه بنوفر 40% من الطاقة. وباختصار المشروع مستوحى من فكرة دورة المياه في الكون، فإحنا الهدف منا إنه نرد مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها إلى أصلها كمياه نقية. نعم، حلو أنكم فعلا قاعد تستثمرون هذه الأفكار في أنكم تخدمون ديرتكم ونخدم الكويت من خلال إبداعنا والدراسة. إيش كثر مهم أن الواحد يدعم أفكاره وموهبته ويصقلها في الدراسة؟ شيء هذا وايد مهم.
لأن عقب ما يعني كل مادة احنا ناخذها وكل دراسة احنا نستفيد منها، لما نقرأ الأبحاث العلمية، لما نقرأ المراجع العلمية، كل هذه الأشياء احنا قاعد نستفيد منها، فبالنهاية يكون المشروع ناجح. نعم، فكرة ناجحة. سبب اختياركم مدينة الحرير، يعني من بد المدن في الكويت، أكيد في هدف من اختيار هذه المدينة. كون هذه المدينة جديدة، نعم، ونفس ما ذكرت أنها يكون على هي تعتبر مدينة تجارية، وهي تمثل رؤية الكويت حق المستقبل. فالمدن الجديدة نبيها نبي دولة الكويت أنها تكون توازي الدول المتقدمة، فأن تكون هذه المدينة نفس ما ذكرت أنها تكون صديقة للبيئة وتكون مستدامة. نعم، موفقين إن شاء الله. أنا وايد سعدت بلقائك بصراحة، وفخورين في إن عندنا يعني بنات ديرتنا عندهم هذا الإبداع وهذا الطموح، وإنكم قاعد تستخدمون تقنية وتكنولوجيا عالمية في خدمة البلد. أكيد عندك كلمة أخيرة حابة توجهينها حق اللي تابعونا أو حق اللي شجعوك ودعموك في تنفيذ المشروع. أول شيء أشكر أهلي، وأشكر زميلاتي، وأشكر دكتور محمد الخالدي دكتور المشرف على مادة مشروع تخرجنا. وبنفس الوقت إن أتمنى أن هالمشروع هذا أن يرى النور على أرض الواقع إن شاء الله، لأن بالنهاية هالمشروع هذا راح يكون في عائد مادي للدولة، وخاصة لو كان في مستثمرين، إذا كان في النية أن يكون في مستثمرين من القطاع الخاص أن إشراكهم في هذا المشروع إن شاء الله. كعقد يكون BOT، فبالنهاية نقدر أن نطور هذه الدراسة والجدوى الاقتصادية، وأن يكون المشروع ناجح بإذن الله. إن شاء الله نشوف هذا المشروع على أرض الواقع. شكرا لك المهندسة سعاد الشايجي، وموفقة، وتحياتي لفريق عمل هذا المشروع. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. ننتقل مع كل قاعد يتابعونا إلى فقرة أسبوعية مميزة، إعلاميات كانت انطلاقتهم الحقيقية على شاشة القناة الأولى لتلفزيون الكويت. طبعا مميزات وتركوا بصمة كبيرة ونجاح كبير على سماء الإعلام الكويتي والعربي والخليجي، وبرزوا على الساحة الإعلامية وعلى شاشة الكويت والشاشة الفضية في عدة برامج حوارية وفنية. إعلاميات دخلوا قلوب الناس من غير استئذان، اعتمدوا على موهبتهم في التقديم وثقافتهم وحبهم لمجال الإعلام. راح نشوف اليوم منو راح نسلط عليه الضوء في مجال الإعلام، ونشوف منو إعلاميتنا لهذا الأسبوع.